أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أقوال الصحف، نستعرض فيها أبرز ما جاءت في الصحف العربية والعالمية من قضايا وموضوعات. حيث لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة والجبهة المشتعلة في جنوب لبنان في صدارة اهتمامات صحف اليوم. نبدأ جولتنا بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والتي كتبت: إدارة بايدن تهرول لتجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله. وتأتي الجهود الدبلوماسية للبيت الأبيض بعد أسابيع من ضغوط فاشلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. جهود إدارة بايدن للحد من الاشتباكات الحدودية المتفاقمة في جنوب لبنان تواجه رياحا معاكسة كبيرة بسبب الصعوبة التي تواجهها في ترتيب وقف إطلاق النار في غزة. وتؤكد الروابط بين الجبهتين على المعضلة الدبلوماسية التي يواجهها البيت الأبيض، وهو يسعى إلى منع حرب شاملة توسع نطاق القتال إلى ما هو أبعد من غزة. الجهود الأمريكية لنزع فتيل التوتر كانت أيضا محور مقال صحيفة اللواء اللبنانية، والتي قالت تحت عنوان: هل تكون حرب الأهداف بديلا عن الحرب الشاملة؟ يعلم الأمريكيون أن الطريق لمنع توسع الحرب يمر من خلال تطبيق معادلة حزب الله، وإلا فإن الحزب ذاهب في مساندة في غزة حتى النهاية، حتى لو كلف الأمر توسع المواجهات إلى حرب شاملة. وهذا ما تبلغه المبعوث أو ما تبلغه المبعوث الأمريكي، ولذلك تبذل واشنطن جهودها لمنع تفاقم الأمور وإبرام تسوية بين حماس وإسرائيل تسمح بإنهاء العدوان على غزة، مما يفتح المجال أمام إنهاء المواجهات على الحدود الجنوبية. إننا نقف اليوم على منعطف خطير، وأي خطأ في التقدير سيقود إلى صيف ساخن جدا على الجبهتين. وتحت عنوان: الكونغرس الأمريكي يواجه دعوات متزايدة لسحب دعوة نتنياهو، تقول الجارديان البريطانية: شخصيات إسرائيلية بارزة تضيف أصواتها لمعارضة الدعوة التي يخطط الديمقراطيون لمقاطعتها. ومن بين الشخصيات إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق وتامير باردو الرئيس السابق للموساد، حيث وصفوا هذه الخطوة بأنها خطأ فادح، وأنها تكفي أو تكافئ لنتنياهو على سلوكه الفاضح والمدمر. مكانة الشخصيات الإسرائيلية وانتقاداتهم اللاذعة سوف تعزز معارضة العديد من الديمقراطيين لظهور نتنياهو أمام جلسة مشتركة في الكابيتول هيل في 24 يوليو. الأوضاع في الداخل الإسرائيلي كانت أيضا محور مقال بصحيفة الأيام الفلسطينية، والتي قالت: مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول تجنيد الحريديم، ومع حالة القناعة الراسخة بأن نتنياهو كان يراوغ طوال الوقت وأنه لم يكن معنيا أبدا بالذهاب إلى صفقة لإعادة الأسرى، فإن الاحتجاجات كما تدل كل الوقائع ستلتحم مع الاضطرابات إلى أن تدخل الدولة في مرحلة الانتكاس والتي سيتبعها الشلل. وإذا بقيت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة والعمليات العدوانية على جانبي الحدود في جنوب لبنان، فإن الأزمة الداخلية الإسرائيلية لن تستمر طويلا قبل أن تفضي إلى انفجارات سياسية واجتماعية. وللتعليق على ملف اليوم معنا مباشرة من رام الله دكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية. برحب بك دكتورة تمارا. ويعني بداية أود أن أسأل، هل يعني الصحف العالمية عندما رصدت المحاولات الحثيثة من جانب الولايات المتحدة لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود الأمريكية في ذلك؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأوقات الحالية نظرا انشغالهم بالمعركة الانتخابية غير معنية بفتح الجبهة الشمالية، لكن في نهاية المطاف هناك فيما يتعلق أن الواقع الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الآن يستخدمان الوقت، يطيلان فترة الوقت
الحرب، بمعنى هم يريدون إطالة الحرب بشكل متعمد أو إطالة الوقت أو استثمار الوقت حتى إنهاء أو اجتثاث المقاومة الفلسطينية في أرض قطاع غزة. عندما يشعرون أن هناك اجتثاث وإضعاف جبهة غزة فإن سوف ينظرون إلى الجبهة الشمالية، تحديدا فيما يتعلق إذا فشل الخيار الدبلوماسي أو الخيار السياسي الذي يقوم به مبعوث الأمريكي أموس هوكرستين. إذا فشل هذا الأمر بإبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني، أعتقد أن إسرائيل سوف تستخدم الحرب المحدودة، لكن ليس في هذه الأوقات، نظرا أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل أن لا تقوم بهذه الفتح الجبهة في خلال هذه الفترة الحالية، وإنما سوف تكون فتحها بعد 3 أو 4 أسابيع خلال نهاية الشهر 7 من هذا العام الجاري. فبالتالي ما يحدث الآن على أرض الواقع هي فيما يتعلق أن الإسرائيليون والأمريكان الآن يطيلون فترة الوقت حتى يتم إضعاف غزة ثم النظر إلى الجبهة الشمالية واستخدام البعد المناورة البرية، يعني في فقط 5 كيلومتر في المنطقة الشمالية، لعل وعسى أن يحدث هناك إبعاد التهديد المتمثل بحزب الله عن المنطقة الشمالية وإبعاده عن هذه المنطقة. إذا لم تنجح هذه الجهود إبعاد حزب الله فيما يتعلق المناوشة المحدودة، فأعتقد أن الإسرائيليون يعني آجلا أم عاجلا سوف يستخدمون الخيار العسكري، وهذا الخيار العسكري قد يمتد إلى الحرب الشامل، لكن يحاولون الولايات المتحدة الأمريكية أن تختصر هذه الحرب المحدودة بين حزب الله وبين الإسرائيليون، لعل وعسى أن هذه الحرب المحدودة أن تفضي إلى واقع إبعاد التهديد الأمني، كون أن الإسرائيليون ما زال حتى هذه اللحظة يعتقدون ويعتبرون أن التهديد الأمني قد يتحول هذا الأمر إلى طوفان كما حدث في طوفان الأقصى في المنطقة قطاع غزة، قد يحدث هذا طوفان آخر من المنطقة اللبنانية أو طوفان اللبناني، وهذا ما لا يريده الواقع الإسرائيلي. الإسرائيلي يريدون اجتثاث التهديد من جذوره في المنطقة الشمالية، لكن حتى هذه اللحظة الآن يستخدمون البعد السياسي والدبلوماسي وأيضا إطالة الوقت أو استثمار الوقت حتى يتم إضعاف جبهة قطاع غزة ثم النظر إلى الجبهة الشمالية. طيب يعني كما ذكرتي دكتورة تمار، يعني الأوضاع في الجهة الشمالية مشتعلة وأيضا في غزة، والصحف يعني ركزت اليوم على الارتباط بين الجبهة اللبنانية وحرب غزة، كيف يمكن الوصول إلى معادلة تحسم الأوضاع على الجبهتين من وجهة نظرك؟ أولا هذه المعادلة وضعها حزب الله، وهي عندما يتم إنهاء الحرب على أرض قطاع غزة فإن سوف ينهي حالة الإسناد والاشتباك في المنطقة الشمالية، لكن أعتقد هذه المعادلة بالنسبة للإسرائيليون هي غير موجودة، نظرا أن المعادلة بالنسبة للإسرائيلي هو إزالة التهديد المتمثل بقوة الرضوان، قوة حزب الله، المقاومة الفلسطينية، المقاومة اللبنانية، المقاومة السورية التي تدخل من سوريا إلى لبنان. هم يريدون إنهاء التهديد الأمني، وأيضا يريدون نقطة جديدة وهي الترسيم البري، يعني هناك فيما يتعلق الخطط الإسرائيلية هي ترسيم إعادة ترسيم الحدود بما يتلائم مع مقتضيات الأمن القومي الإسرائيلي، فبالتالي أن إسرائيل والأمريكان لديهم هدف إعادة ترسيم من جديد، إعادة ترسيم الحدود من جديد بما يتلائم مع الواقع الإسرائيلي أو الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على الردع، وناهيك أن إسرائيل تريد أن توجه للشرق الأوسط أو الدول العربية أنها تستطيع أن تصد يعني أمام فقدان ردعها وإنذارها وحسمها العسكري في معركة طوفان الأقصى، فبالتالي لن تستسلم إلا أن تحقق هذه النظريات الثلاثة، الردع والإنذار والحسم العسكري. فبالتالي عملية الربط بين غزة ولبنان هذا نظرية حزب الله، لكن نظرية إسرائيل وأمريكا هي مختلفة تماما. النظرية بالنسبة لهم هي إعادة الترسيم البري كما حدث في الترسيم البحري الذي قام به هوكشتاين المبعوث الأمريكي لمنطقة لبنان. طيب يعني على واقع ما يحدث من عدوان على قطاع غزة وعلى أيضا توتر الأوضاع في جنوب لبنان، ماذا يحدث داخل إسرائيل نتيجة هذا الموضوع، وإلى أي مدى يمكن يؤثر ذلك على مجريات الحرب الدائرة في يعني غزة وفي أيضا الشمال الإسرائيلي؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، الأغلبية في الداخل الإسرائيلي معنيون بفتح الجبهة الشمالية، الداخل الإسرائيلي معنيون بصفقة في المنطقة الجنوبية لإخراج الرهائن ثم أن تكون هناك واقع هدوء لفتح الجبهة الشمالية. هناك في أغلبية 54% من الداخل الإسرائيلي يريدون العودة إلى أماكن سكناهم فيما يتمثل المستوطنات.
هذه المستوطنات لن يعودوا إليها. هناك يعتبر هناك في نوع من الخوف، هناك من القلق، هناك من الرعب بين صفوف المستوطنين أو الساكنين في المنطقة الشمالية، سواء كان منطقة الجليل أو المناطق المحيطة بها. فبالتالي الإسرائيلي أو المستوطن معني بإزالة هذا أو يعني اجتثاث التهديد الأمني المتمثل بحزب الله. وهناك اتفاق حتى على المستوى العسكري والمستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، متفقون على هذا السياق بإزالة التهديد الأمني. إذا لم ينجح، هل يستطيع الضغط على نتنياهو لقبول الصفقة مثلا لوقف الحرب؟ حتى هذه اللحظة نتنياهو غير معني بالصفقة إلا بصفقة وفق مقتضيات نتنياهو. الصفقة بالنسبة لنتنياهو إخراج الرهائن ثم استئناف الحرب. نتنياهو الآن يعيد هيكلية قطاع غزة، هو يريد إزاحة كل المقاومة المسلحة. لن يتم وقف هذه الحرب إلا بإزاحة المقاومة المسلحة المتمثلة بحركة حماس أو القسام أو سرايا القدس أو الفصائل الأخرى. وناهيك أن الواقع الإسرائيلي بعد عملية طوفان وتعلم درسا أن وجود السلاح في أرض قطاع غزة قد ينمو، قد يتكاثر، وهذا ما رأيناه. أن أصبحت العمليات الآن في داخل قطاع غزة هي عمليات سلاحية موضوعية، يدخل ويخرج وقتما يجمع المعلومات الأمنية الاستخباراتية، وقتما يعلم تماما أن هناك مقاومة كما حدث في حي الشجاعية. في حي الشجاعية أصبح هناك وجود لتواجد القسام، فبالتالي يعني تم تجميع هذه المعلومات، أدى الأمر إلى دخولهم، وأدى الأمر إلى عملية استهداف هذه المنطقة بالقصف الجوي، إلى أدنى أدى إلى قتل المدنيين الفلسطينيين. سوف يستخدم هذه الطريقة في كل مناطق قطاع غزة. لذلك كل مناطق قطاع غزة هي غير آمنة، يعني بمعنى أن الضغط الداخلي الإسرائيلي هو لا يؤثر على نتنياهو بالقبول بالصفقة إلا حسب مقتضيات ما يهمه نتنياهو وفقا لمصالحه الشخصية، وفقا أيضا لمصالح اليمين المتطرف الغير معني بتحقيق الصفقة إلا بإزاحة المقاومة المسلحة أو اجتثاثها وإضعافها بالحد الأدنى ثم التفرغ إلى المنطقة الشمالية. من رام الله كنت معنا دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى قراءة في الصحف العربية، حيث أبرزت صحيفة الدستور الأردنية استمرار التوتر في البحر الأحمر، وتحت عنوان غارات أمريكية بريطانية على تعز، نقلت الصحيفة إعلان جماعة الحوثيين أن بريطانيا والولايات المتحدة قامتا بشن 4 غارات استهدفت منطقة الظهرة في محافظة تعز جنوبي اليمن. وتشير الصحيفة إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية ستكون أعلنت تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، وستقوم أن هذه الخطوة جاءت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، رصدت الوضع في العراق في صفحتها الأولى تحت عنوان تغيرات تهز قيادة الحشد في العراق. وقالت الصحيفة مصادر في العاصمة العراقية بغداد تقول إن تغيرات هزت قيادة الحشد الشعبي إثر قرار اتخذته الهيئة بإزاحة رئيس مخابراتها الأمني أبو زينب اللامي من منصبه والذي يشغله منذ سنوات، وينظر إليه بوصفه من بين أقوى قيادات الهيئة نظرا لارتباطه بحزب الله اللبناني. وأفادت الصحيفة بأن اللامي كان يتخذ قرارات من دون العودة إلى رئيس الهيئة أو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. نعود إلى صحيفة اللواء اللبنانية، وتحت عنوان مستقبل العرب رهن فهمهم للتغيرات في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية، تدق الصحيفة ناقوس الخطر للأمة العربية وتقول لقد آن الأوان للأمة العربية أن تستفيق من سباتها العميق قبل فوات الأوان، لأنها مستهدفة بمؤامرات لن تنتهي إلا بتفتيتها إلى دويلات تحكمها أنظمة متناحرة فيما بينها على نحو يسهل استباحة أراضيها ونهب ثرواتها الوطنية وتجريدها من كل عوامل القوة والنهوض. ويختتم المقال بمناشدته العرب كل ما نرجوه صحوة عربية صادقة تعيد للأمة وحدتها وتماسكها وعناصر قوتها.
وإلى قراءة في الصحف العالمية، حيث تصدرت الانتخابات الأمريكية منشطات الصحف اليوم. ونبدأ بصحيفة بوليتيكو الأمريكية، والتي قالت تحت عنوان بايدن يقصف ترامب ينقض، يشعر الديمقراطيين بالذعر بعد الأداء المتفاوت للرئيس جو بايدن، والذي افتتح المناظرة بصوت أجش وإجابات مفككة ومشوشة، مما أثار من جديد مخاوف الديمقراطيين بشأن عمره وقدرته على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. وكان من الصعب متابعة العديد من إجابات بايدن، وأتاحت إجاباته المتناثرة فرصا لترامب للقفز بالردود. لقد تم انتقاد أداء بايدن على نطاق واسع، ومن المرجح أن يعزز ذلك الانطباع بأنه خسر خطوة. وإلى صحيفة الجارديان البريطانية، والتي تابعت انتخابات الاتحاد الأوروبي، ونقرأ منها تحت عنوان زعماء الاتحاد الأوروبي يدعمون أرسولا دير فون لاين. وحصلت أرسولا على الترشيح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، رغم شكاوى رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني من أن العملية خاطئة. ومن المقرر أن يصبح رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ويمثل تكتالا على المسرح العالمي للسنوات الخمس المقبلة، بينما يتولى رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو كوستا رئاسة المجلس الأوروبي، مما يجعله مسؤولا عن إيجاد حلول وسط بين رؤساء الدول والحكومات 27. مشاهدينا، نختتم جولتنا العالمية بصحيفة اللوموند الفرنسية، والتي تابعت الانتخابات الفرنسية وقالت زعيم اليمين المتطرف الفرنسي بارديلا يتعهد بعدم السماح للإمبريالية الروسية بالسيطرة على أوكرانيا. وجاءت تعليقات مرشح حزب التجمع الوطني في المناظرة مع رئيس الوزراء جابرييل أتال متعهدا بدعم أوكرانيا وتجنب التصعيد مع روسيا، كما تصاعدت التوترات بين أنصار ماكرون واليمين المتطرف بعد أن أثارت زعيمة الحزب ماريان لوبان المرشحة الرئاسية ضجة من خلال التشكيك في قدرة الرئيس على العمل كقائد للقوات المسلحة في حالة فوزه. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام جولتنا مع أقوال الصحف. طبتم وطابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.